وجهت مندوبة باكستان شيرين رحمان الشكر إلى وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ سامح شكري على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول النامية على مواجهة الكوارث المناخية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه مراسل التلفزيون المصري كريم بابرس مع وزيرة البيئة والتغير المناخي في باكستان على هامش المؤتمر. أنا أود أن أتحدث عن الأشياء الإيجابية. كان لدينا هدف التنفيذ وهذا هو شعار المؤتمر، ونحن كمجتمعات في حاجة إلى أن نعمل أكثر على التكيف ونحقق الصمود. وبالنسبة لباكستان، من المهم كذلك أن نستمر في إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ، لأن التزامنا بهدف درجة ونصف درجة مئوية واضح للغاية. وإذا لم نحقق هذا، فالدول مثل باكستان ستواجه مشكلة، ولكن باكستان تطور في هذا العمل وتنفذه أكثر من أوروبا. هل نستطيع أن نقول أن الاتفاق إنجاز؟ نعم، أعتقد أن له إنجاز مهم إذا عملنا جميعاً على تنفيذه، وألا يكون هناك أي عقوبات أو روتين. وأعتقد أن هذا سيكون له أثر على الأرض، وسوف يكون ذا مغزى، فقط إذا تمكنا من تغير حياة الناس.